أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام ومستمعينا في هذا الجزء من الحلقة. مواقع التواصل الاجتماعي تظهر على الشاشة تباعا سلمان العنقري وخالد قاضي هم ضيفاء الحلقة. مباراة الهلال والتعاون والتي كانت سببا في فقدان الصدارة للهلال والكثير من الأحاديث التي كانت وسط المباراة وبعد المباراة في التقرير التالي. نقطة واحدة حرمت الهلال من الصدارة بعد موقعة أمام التعاون مليئة بالإثارة. عيون زرقاء كانت ترصد مسرح الحدث في الرياض وتنتظر أخبار المنافس الأول على القمة في موقعة نجران والأهلي. بداية موفقة في الربع الساعة الأولى للضيوف رغم إنقاذ الحارس حسن العتيبي لمرماه، إلا أن أحمد الحربي لم يدع له مجالا لالتقاط الأنفاس بعد أن هيأ الكرة على صدره وأرسلها من مسافة بعيدة لمعانقة الشباك الزرقاء معلنة الهدف الأول للتعاون. بحث دائم عن التعديل من أصحاب الأرض ومحاولات لم يكتب لها النجاح. نجح الهلال خلال العشر الدقائق الأولى من الحصة الثانية في إدراك التعادل بواسطة رأسية مهاجمه عيسى المحياني. استمرت المحاولات الزرقاء للقبض على النقاط الثلاث وسط دعم بالظهور الأول لسعد الحارثي. خذلت الكرة عيسى المحياني بارتطامها في الشبك الجانبي لمرمى التعاون قبل أن تتجدد المحاولات، حيث أخطأت كرة محمد الشلهوب طريق الشباك، وبعدها أخطأت كرة أخرى لسعد الحارثي إصابة المرمى. شهدت الدقيقة 88 جدلا ساخنا بين لاعب الهلال والحكم مطرف القحطاني إثر المطالبة بضربة جزاء عقب عرقلة نواف العابد داخل الصندوق التعاوني، ولكن تلك الأصوات لم تجد أي تجاوب سوى بالإنذارات الصفراء التي نال بعدها سلمان الفرج على البطاقة الحمراء. في الوقت بدل الضائع كادت شباك الهلال أن تستقبل هدفا تعاونيا ليطلق حكم المواجهة مطرف القحطاني صافرته معلنا النهاية التي انفجر بعدها الهلاليون غضبا من قراراته. وسط بعض المحاولات لتهدئة الأوضاع من مدير عام إدارة كرة القدم بالنادي سامي الجابر ورجال الأمن في الملعب. سلمان، ايش اللي صار في مباراة اليوم من الطرفين الهلالي والتعاوني والأحاديث اللي صارت بعد المباراة من الجمهور وحديث رئيس الهلال اللي وصفه مثلا الأستاذ خالد قاضي بأنه حديث منطقي وداعم للحكام، وحديث رئيس الهلال كان يظهر فيه أنه كان أقصى درجات الانزعاج ولكن بطريقة تهكمية على الحكم، كيف شفت أنت الأوضاع؟ في البداية الهلال كان سيء جدا طبعا فنيا، وهذا طبعا لا يعني أن نغفل الحديث عن أخطاء حكم المباراة. الهلال كان سيء جدا فنيا الشوط الأول، لم يصنع أي هجمة، وهذا حدث في أكثر من مباراة في المباريات السابقة أمام نجران وأمام هجر، لكن اليوم كان يعني أكثر سلبية الأداء الهلالي. ولكن أنا من وجهة نظري أنه رغم أخطاء الحكم، الهلال في العام الماضي أمام الفيصلي جولة أعتقد الثالثة والرابعة كان الحكم عبد الرحمن القحطاني الشوط الثاني دقيقة 50 كان ضربتي جزاء للهلال ياسر القحطاني وعيسى المحياني، ربما أنها واضحة زي هذه الضربة ما احتسبها الحكم، ولكن لأن الأداء الهلالي دائما إذا كان في مستوى الهلال تفوق على الحكم وعلى المنافس. تفوق العام الماضي على الفيصل يفاز بخمسة أهداف مقابل هدف، حتى في المجمع برضو ألغي هدف للهلال كان هدف صحيح، ومع ذلك كان الهلال في مستواه وحقق الفوز. حتى أمام النصر عندما أخطأ خليل جلال في طرد في قاروة الهلال كسب بالخمسة لأنه كان في مستواه. اليوم الأداء الهلالي كان سيء جدا، ولكن هذا لا يعني أن نتحدث عن خطأ حكم المباراة الفادح. طبعا هناك أخطاء أخرى، يتغاضي عن بطاقة الصفراء لصلاح الدين عقال في أكثر من الكرة، ولكن في النهاية ضربة الجزاء هي كانت مفصلية وضربة الجزاء كانت صريحة. كان بس قاسي على الهلال اليوم، ما كان قاسي على التعاون، ما في أخطاء التعاون. أنا شفت كنت ذكرت بس الأخطاء اللي على الهلال، ما شفت أخطاء اللي على التعاون. أنا اللي شفته في المباراة اليوم أصلا الفريق التعاوني ربما أنه ما كان له هذيك الهجمات من حيث أنه تكون مفصلية وواضحة، ربما أنه كان في خطأ في بطاقة صفراء اللاعب الهلالي ما احتسبها في نص الملعب وكذا. لكن بشكل عام ضربة الجزاء هذه يعني أنا من وجهة نظري الحكم ما كان له خيارين، اما يعني ما كان له خيار ثالث عفوا، اما انه يمنح نواف العابد مباشره بطاقه صفراء لانها عمليه تحايل او ضربه جزاء، اما انه يصمت وينتظر اللاعبين يحتجون وبالتالي يمنحهم بطاقه صفراء اضافه الى البطاقه الحمراء. ضربه الجزاء واضحه لا تقبل التاويل من وجهه نظري، واضحه جدا
ومن الوهلة الأولى. وهذا اللي أنا دائما أتكلم عنه، أنه في لقطات في مباريات يخطئ الحكم، ربما تقول لحظة أنا نشوف الإعادة، لكن الحكم ما يشوف الإعادة، وبالتالي ما تلوم الحكم. يعني مثل ما قلت لك يمكن قبل ما نطلع على الهواء، الهدف الهلال في النصر على المستوى الفريق الأولمبي تجاوزت الخط، لكن الكرة كانت سريعة للوهلة الأولى، ما تحسب ما تقول أنها هدف، هي هدف للهلال. لكن لما تجي الإعادة وتوقف اللقطة وتشوفها، لكن الحكم ما يلام بها اللقطة، لكن يلام اليوم مثل هاللقطة اللي أمام الحكم هنا يلام الحكم. وأنا أعتقد هذه اللي تضع علامات استفهام كبيرة على مستوى أداء الحكام السعودي. اللي صار من الجمهور الهلالي بعد المباراة، لسه صدر قرار لجنة الانضباط بحق الهلال، يعني من كم وكان في احتقان أصلا على القرار، يعني ما تجف الحبر، يعني الحبر القرار الآن يبدو أن الجمهور الهلالي في يضع نفسه أمام لجنة الانضباط. إدارة الهلال أصدرت بيان تعليقا على قرار لجنة الانضباط، وكان أنا من وجهة نظري أنه بيان كان مفيد جدا، كان بيان موجه جدا وفيه كثير من توضيح الأمور، إضافة إلى اللقطات اللي أرفقت سيدي أرفق حسب البيان الهلالي. طبعا ما ادري وش محتوى السيدي، ولكن حسب البيان اللي صار في اليوم، لانه هذا الجماهير محتقنه، الجماهير الهلاليه محتقنه في حلقات الامس، لكن اتكلم اللي صار اليوم. الجمهور الهلالي محتقن اصلا من الاساس، من يعني تقرير شرطه الرياض حسب البيان الهلالي كذلك، انه اكد انه الخطا في الخرج من مكتب رعايه الشباب في الخرج، وذلك عقوب الهلال، عقوب الهلال وترك الاتحاد في نفس المباراة، حتى لا يتحدث شخص انه يقول انه لا استشهدت باشياء قديمة، في نفس المباراة ونفس الملعب ونفس اللجنة، يعني ما في اي تغيير، وبالتالي الجمهور محتقن. وانا اعتقد من وجهة نظري لانها بس فقدان صدارة، كانت ردة فعل الجمهور قوية جدا. حديث رئيس الهلال انت كيف تشوفه؟ تشوفه انه كان كلام في ثناء على الحكام فعليا، ولا كان في على درجات الغضب وبالتالي كان يتهكم الرجل على اداء الحكم؟ انا اعتقد انه على درجات الغضب، وما اعتقد انه يعني بيثني على الحكم وادائه هذا، انه افقد فريق الصداره بضربه جزاء صريحه جدا لا يختلف عليها اثنان. خسر الهلال اليوم بالتحكيم ولا بادائه الفني والتحكيم ولا بادائه الفني فقط؟ انا من وجهه نظري ان الهلال لما يكون حاضر يتفوق على الحكم والمنافس، وحدثت وقلت لك امثله قبل شوي، ولكن عندما يحدث يعني ضربة جزاء في الدقيقة 89 مثل هذه، يعني ربما هي اللي فقدتها. قد يجد رئيس الهلال الآن نفسه أمام لجنة الانضباط مثل ما حدث مع الأمير وليد بن بدر؟ لا، ما يقدرون يدينونه اليوم، هو قاعد يثني، لكن أنا أفهمك كذا، يعني هم عادي بيفهمونك كذا، هو يقدر يحجهم برضو، يعني ليش فهمتوني كذا؟ مثل يعني ممكن ينذر مثل الأمير الوليد بن بدر، إلا إذا كان عاد فيه الكيل بمكيالين، هذا أمر آخر. طيب أبو عنان، أنت كيف شفت المباراة بالكامل بكل تفاصيلها؟ ممتاز ممتاز. تركي، أنا أول شيء أنا أهني سلمان بذاكرته القوية، ولكن للأسف ذاكرة هلالية في زرقاء فقط، ولو حبيت نفتح الملفات. لا لا، لو تحب أعطيك الأوتات للأهلي 403 أعطيتك إياها يا أبو عنان، ولا هي بذاكرة، أنا عندي هارد ديسك، بس هارد ديسك عندي مو هنا. ونعم بك، لكن أنا بسأل سلمان، أذكر سلمان والمشاهدين عشان ما يكون الكلام موجه لسلمان. أيوه. يا أخي الأهلي فقدت منه بطولات، والاتحاد وغيره، وأبو زند ما أبغى أفتح ملفات، بس سلمان أذكرك بحاجة بسيطة. أفتح هدف أفتح وأنا أقول لك. والهلال كان تذكر. لحظة خلنا، أنا ما قطعتك، أنا ما قطعتك. قول طيب. أنا أذكرك بس بمباراة الهلال والاتفاق، عندما ألغي هدف اتفاقي 200% صحيح، ما سمعنا أي صوت. عام كم؟ إحنا مع المنطق مع الحق، وأنا أقول لك اليوم عام كم؟ عفوا أبو عنان، قل لي بس العام صحيح يعني. الهلال أقصد الموسم هذا. الموسم هذا؟ طيب خليه يكمل وبعدين خليك تعلق، بس تفضل أبو عنان. الاتفاق والهلال سلمان، ألغي هدف اتفاقي صحيح، خليني بس أكمل أنا. تفضل. الهلال لما يجد محاباة من التحكيم المحلي، الهلال هو من ينكشف عندما يشارك في بطولات آسيوية، والدليل الهلال عندما حقق الهلال بطولة الدوري العام الماضي وأولة العام، الجميع أشاد به، لأنه كان في ويلهامسون وكان في رادوي، ولكن السنة تقول يعني معادلة صعبة. أبو عنان، تقولوا الهلال سيء ولكن الحكم سيء. طيب أبو عنان، أنا عارف الهلال هو سيء ولا الحكم سيء. طيب وأنا في مشجع تعاون الآن أرسل رسالة. أيه. قال لي إنه زي ما في ضربة جزاء للهلال، أيضا في ضربة جزاء للتعاون، لمسة واضحة في يد أسامة هوساوي. يا ليتك أبو عنان شفتها، أنت أحسن من تأخذ آراء مشجعين. وأنا أقول لك الهلال اليوم متأثر. أبو عنان، طيب أبو الهلال أبو متأثر بغياب اللاعبين الأجانب. أبو عنان اسمح لي بس، سلمان اسمح لي بس، أبو عنان خلينا في مباراة اليوم، وعشان لو بنسحب احنا التاريخ لكل فريق الآن هنا في هالحلقة. لا خلي خلنا أقول لك
راح نطلع بقائمه لا تنتهي من المواضيع. خلينا في مباراه الهلال اليوم، الاداء التعاوني، اداء الهلال، ضربه الجزاء اللي حدث من الجماهير، حديث رئيس الهلال لو سمحت. جميل جميل جميل. رئيس الهلال انا اخذت كلامه على محمل الجد، لانه اعرف الامير عبد الرحمن بن سعد دائما حتى وان خسر فريقه هو رجل جاد ورجل رايه يؤخذ به ورياضي، بالعكس نفتخر بوجوده في الوسط الرياضي. ان كان هو انا ما ادخل في النوايا، انا لي بالكلام اللي قاله اشاد بالحكم وقال انه مشجع هلالي نقل له كلام وكذا، ولكن انا لي بالكلام اللي قاله الامير عبد الرحمن بن مساعد. واتصور انه ايضا من انا كمان في المقابل عشان اكون منصف يجب اني اشكر الكابتن الكبير الخلوق سامي جابر انه تدخل واوقف الانفعال الهلالي. اما كلمه الجمهور الهلالي محتقن، ما اعتقد في لائحه لجنه الانضباط في حاجه اذا كان الجماهير محتقنه في عقوبه. والهلال يعني اليوم حتى وان كان حصل ظلم، وقع ظلم على الهلال او غيره، يعني لا يبرر. واحنا دائما نقول حتى الاخطاء وحتى سوء التنظيم لا يبرر الفوضى، وانا هذا كلام قلته حتى بعد مباراه الخرج وفي مباراه الشعله في الخرج، قلت ان سوء التنظيم لا يبرر الفوضى. واليوم ما ادري اذا كان قوارير الهلال تختلف عن قوارير الاهلي شيء ثاني. انا حتى القوارير اليوم عديتها عدا، وبهذه المناسبه اشكر القناه الرياضيه السعوديه اللي هي الناقل الحصري لمباراه الدوري، لانه المخرج كان واضح ونقل للجميع اللي حدث. وانا حتى وان كنت اعذر جماهير الهلال، ولكن ما في حاجه اسمها بلجنه الانضباط. اذا الحكم ما كان في لائحه بلجنه الانضباط، اذا لم يحتسب الحكم ضربه جزاء فانه يحق للجماهير ان ترمي قوارير او احذيه اكرمكم الله. لابد في نظام يطبق على الجميع. وانا والله حتى وان كنت اهلاوي وان حصل اي خطا من جماهير الاهلي وحقول الكلام هذا، وانا قلت قبل شويه حتى الاتحاديه ما يزعلوا مني في مباراه الاتحاد والرائد من يومين، شفنا محمد نور دخل في الملعب وهذا ما يحق له. طيب. وشفنا اسامه المولد وهو يعتدي على الحكم او لا اسف محاوله اعتداء. ايضا مدرب الالماني دول اليوم كاد ان يحتك بالحكم لولا انه تدخل اسامه هوساوي. كل واحد لابد يتعاقب، وعشان كذا احنا نشيد بالاخراج في القناه الرياضيه السعوديه اللي ما تخبي حاجه. واعتقد ايضا في كاميرات. طيب. يعني أبو عنان خلينا نسمع تعليق سلمان إذا سمحت. أبو عنان النظام على الجميع يحترم. خلينا نسمع تعليق سلمان. أول شيء أبو عنان ما حد قال إنه ما يطبق القانون، إضافة بس في دقيقة يعني بما إنك قلت إنه الهلال يحاول. لا أنت تقول جماهير الهلال محتقنة سلمان. إي أنا أقوله بس ما أقول إنه ما يعاقب، وإنه لأنها محتقنة ما يعاقب، وهذا أمر. ولكن بما إنك تحدثت عن التاريخ وما التاريخ، أنا ودي إنك ما تستشهد المشجعين وتشوف اللقطات، هذا واحد. الشيء الآخر بما إنك تحدثت عن الهلال استشهد مشجعين. بما إنك خليتك تتكلم خلي أتكلم بس. رئيس الهلال استشهد بمشجع هلال اليوم. أنت تقول لا بس أنت تقول عفواً 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 عفواً، أنت تقول مشجع تعاون يرسل لك يقول في ضربة جزاء للتعاون، أنا هذا اللي أعلق عليها، ما أعلق على إنه رئيس الهلال إيش قال. أنا أعلق على كلامك. الأهلاوية والهلالية، أنا أتحدى اليوم هلالي شاف المباراة كاملة أو أهلاوي شاف مباراة كاملة، يعني اليوم كان الريموت في يدنا بنتنقل من مباراة الأهلي ونجران وبين. لا أنا تابعت مباراة الهلال ما تنقلت يعني، لأني أنا محلل مباراة الهلال معليش يعني، فأنا أعلق على مباراة الهلال لأني أنا محلل مباراة الهلال وشاهدتها كاملة. مباراة الأهلي لم أشاهد منها إلا لقطات الأهداف، فلما اجي اقول لك رايي انه في ضربه جزاء لنجران او صاحب العبد الله او صاحب العبد الله ضرب وهو معاه بطاقه صفراء، ما تجي تقول لي انت شفتها او قلت لك مشجع. لا ولكن بقول لك بس نقطه للتاريخ، نقطه للتاريخ بس عفوا عشان ما تقاطعني، نقطه للتاريخ عشان ما انساها. الهلال هو اكثر فريق حقق بطولات خارجيه، هي الاتحاد والشباب ثم الاتفاق ثم الاهلي، هذا واحد بالنسبه للبطولات الخارجيه. الامر الاخر هذا تاريخيا ما نقدر نختزلها، اضافه الهلال هو اكثر نادي حقق بطولات بوجود الحكم الاجنبي، واحتكر البطولات السعودية بعد حضور الحكم الأجنبي في الكرة السعودية. طيب. وهو أكثر نادي لحظة خلني بكمل بس نقطة تاريخية بس سلمان. وهو أكثر نادي فاز على جميع الأندية السعودية بوجود الحكم الأجنبي عدا الاتحاد. سلمان أبو عنان سلمان وأبو عنان لو سمحتوا لي بس لو سمحتوا ما ادري التاريخ حكر عليك يعني ولا ايش يا ابو عنان؟ لا عرفت هذا اقول لك التاريخ معلوم ابو عنان يا اخي ابو عنان لا ما يعجبني بالتاريخ. طب اسمع مني الحين، علموا بعض التاريخ براحتكم بعد الحلقة. عندنا مباراة الهلال والتعاون ممكن نتكلم فيها ولا لا؟ طيب تاريخ تفاهموا مع بعض في التاريخ بعيد عن البرنامج. معلش أبو عنان التاريخ تفاهموا فيه بعيدا. التاريخ الحقيقي يقول إنه الهلال هو الابن الشرعي للأهلي.
يا ابن الحلال الله يرحمك. بس انت انا رديت عليك على المعلومه هذه، هذه امور ثانيه يا ابو عنان ويا سلمان. خلونا نتكلم في مباراه والتعاون، واذا تبون نرجع للتسعينات والثمانينات ما عندنا مانع. لا تعليق يا جماعه الخير، انا كلامي مسموع ولا لا؟ قاعد يعني تسمعوني يا ابو عنان؟ تسمعني يا ابو عنان؟ تسمعني سلمان؟ تسمعوني؟ قاعدين نتكلم في مباراه الهلال والتعاون، انا مالي دخل في التاريخ، مالي علاقه في الموضوع. مباراه الهلال والتعاون لا تطلعونا عن الموضوع لو سمحتم يا ابو عنان. الهلال أوكي اليوم اداؤه الفني، اداؤه الفني اليوم امام التعاون كيف شفته؟ خلينا نتكلم في المباراه لو سمحت يا اخي. انا شفت اجزاء كبيره، يمكن 80% من المباراه. الهلال تاثر بغياب اللاعبين الاجانب. تركي لو شفت هدف التعاون اللي سجله واضح انه ما في ساتر دفاعي، يعني فين لما كان في رادوي هرماش تاثيره بغايب، خروج الفريدي شيء طبيعي. يعني اتمنى انه الهلاليين كمان يكون عندهم روح رياضيه وانهم يتقبلوا التعادل او الخساره. يعني ارجع لا يخلوني اقول الهلال على راسه ريشه وزعلوا مني قبل اسبوعين واحنا بنقول الحق. والله العظيم انا ما عندي قضية مع الهلال، لكن يعني الإعلام الهلالي السنة خدعوها بقولهم حسناؤه. وأنا أول من أشاهد بالهلال لما نحقق بطولة الدوري أولت العام، والدليل والعام الماضي، والدليل الأمير عبد الرحمن بن مساعد اليوم أعلن قال إنهم حيرجعوا ويلهامسون وما تستبعد يرجعوا رادوي. فالهلال بيدفع. يعني أنا لما قلت وصفت الهلال لما النصراوية ما زعلوا مني، قلت النصر ضمان اجتماعي ما زعلوا مني النصراوية. لما سألوني على إدارة الهلال قلت إدارة الهلال تحولت إلى مكتب تعاقدات، وهذا الهلال قاعدين يبيعوا ويشتري ويجيبوا هذا وتكسبوا. يعني من الصعب انه نادي كبير زي نادي الهلال، لماذا فرط الهلال في رادوي وفي ياسر القحطاني وفي ويلهامسون ابو عنان؟ والان تبدا تصحيح الهلالي، اتصور فرصه طيب. الهلال ايضا طيب. في بطوله الدوري جدا طيب. قائمه، ومباراه الخميس متفقين. الجاي حتكون مباراه نهائي مبكر بين الاهلي والهلال. في ابو عنان متفقين ترانا، يعني نقول اداء الهلال سيء جدا اليوم، والهلال افتقد للاعب الاجانب وكل شيء. يعني هذا الكلام متفقين ابو عنان، الهلال اليوم اداء الفني سيء جدا. في خوف على الـ على الـ على الـ ممتاز. الطريق الهلالي نحو المحافظة على اللقب بعد اللي صار اليوم والمباريات الأخيرة اللي هي أمس. أنا كنت أسأل ضيوفنا، كان في نبيل العبودي عبد الله الفرج، قلت لهم إيش إمكانية إنه يتكرر مع الهلال اليوم سيناريو اللي حدث أمام النجران؟ أنا من وجهة نظري إنه طبعا المتنافسين على بطولة الدوري انحصرت هي بين الثلاثة أهلي هلال شباب. من وجهة نظري أنه الأهلي أقرب فريق، وليس هي ترشيحات للتخدير والكلام الفاضي هذا. لا، أنا من وجهة نظري أنه الأهلي بيلعب أمام منافسيه الاثنين الهلال والشباب على أرضه. هذه نقطة مهمة، إضافة إلى أنه الآن بيلعب مع الهلال في أسوأ ظروف. الهلال بدون لعيبته الأجانب، الهلال برضو عنده لاعب موقوف من أهم لاعبيه الآن في الفترة الحالية في المباريات الأخيرة له سلمان الفرج. الهلال يمر بعدم استقرار فني كبير جدا بعكس الأهلي اللي الآن ربما أنه يلعب، حتى أعتقد أن أخوان بالومينو بيرجع في المباراة القادمة أعتقد. فالأهلي هو المرشح الأول من وجهة نظري، أنه المباراة القادمة هي المفصلية. في حال فوز الأهلي فارق 5 نقط صعب يكسر. عبد العزيز الهدلق أنا أذكر بكلامه للمرة الثانية كان معنا قبل كم يوم في البرنامج، قال الأهلي إذا قبض على الصدارة لن يتخلى عنها. تتفق مع الكلام؟ هي المباراة المفصلية الخميس القادم. الخميس القادم يعني أوقات ظروف المباريات ربما أن يكون خطأ مدافعي، ضربة جزاء، هدف للهلال في آخر الدقائق، يعني أشياء زي كذا. لكن في حال فوز الأهلي أنا أعتقد أن الأهلي لن يفرط بطولة الدوري.